براش الرائد والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري الوشنة السعودي لكي تشتد المباراة. ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب برنس محمد بن فهد ستاديوم. أما توقيت المباراة سوف يكون في تم الساعة 9 ليلا بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة اس اس سبوت اتش دي واحد الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وأنذر بكم موعد في موعد قادم.